السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم عن برنامج اسمه اير درويد. تحمل برنامج عن طريق الماركت. طبعا فائدة البرنامج توصيل الجهاز على الكمبيوتر بدون سلاك, يعني عن طريق الوايرلس. هذا برنامج اير درويد طبعا من الماركت. تحمله وش دخلنا عند ذهن. هذا هو. طبعا بعد التحميل راح تفتح البرنامج, راح يطلع لك البرنامج بالصورة هذه. الجهاز عندي ما فيه وايرلس لانه وهمي, فراح يطلع لك بالشكل هذا البرنامج. ادخل على الرابط ذا, راح يطلع لك طبعا رقم سري تحت. اذا دخلت على الرابط اللي هو هذا بعد تحميل البرنامج طبعا راح يقول لك دخل رقمك السري. خلنا نشوف رقم السري بالجوال كم. رقمي السري 2OP4C3. طبعا ميزة البرنامج بعد ان الرقم السري كل فترة والثانية تغير, فما في رقم واحد. اول ما تفتح عن طريق المتصفح, وهذه ميزة الجهاز انك تفتح عن طريق اي متصفح على اي نظام تشغيل. فحاليا استخدم على لينكس, ممكن تفتحه على الويندوز. طيب دخلنا هنا. عندك هذه شاشة النظام, في هنا معلومات عن الجهاز زي ما انت شايف اسم الجهاز, في هنا تفاصيل ممكن تضغط عليها يجيب لك كم عدد جهات الاتصال وغيره. خلوه يتحدث, شوف جهات الاتصال, عدد الرسائل, عدد التطبيقات المحملة, ملفات الموسيقى وغيره. عندك هنا الكليب بورد اللي هو ممكن تنسخ وتلصق اشياء هنا. ممكن من هنا تحط رابط معين ينفتح بجهازك, فممكن تكتب http://www.google.com اضغط انتر. نشوف طبعا الحين جهازي انا فتح الصفحة. طبعا ميزة انك ممكن تحط رابط تطبيق من هنا وتفتح وتحمله بجهازك مباشرة. نشوف بوه. بوه هنا كول لوجز اللي هو سجل المكالمات. طبعا انا فاتحه في مكالماتي. في هنا الرسائل, ممكن تقرا الرسائل من هنا وترسل رسائل. في هنا برضه جهات الاتصال, هنا التطبيقات المثبته, ممكن تثبت ممكن تحذف تطبيقات. هذه التطبيقات اللي عندي, ممكن تنزل تطبيق على الكمبيوتر عندك, ممكن تحذفه من جهازك. عندنا بعد اللي هي الفايلز, ممكن تفتح من هنا ملفاتك. تمام زي ما انتم شايفين هنا ملفاتي موجوده على الذاكره. اقدر اسوي ابلود فايل معين اللي هو رفع, اختار هنا الملف اللي نبي, او ممكن اني احذف اجيب ملف والجدعه بذا. يعني سلكت فايل راح تخليك تختار ملف معين. طبعا مثل ما شايفين هذا سطح مكتب عندي. خلنا افترض اني راح اعطي هذا بالذاكره عندي. خلاص تم الرفع. طبعا ممكن احذفه. اوكي. عندنا بعد هذا, ما ادري هذا ما اشتغل على جهازي, ما ادري ليش. هذا يتطلب اشتغل على جهازي. تمام هذه صوره من جهازي الحين. خلنا نشوف, نفتح جهازي ونشوف بركات الشيخ اللي بجنبي. زي ما انتم شايفين هذا هو جهازي. تمام هذه صفحه جوجل اللي تو فتحتها انا, وهذا هو البرنامج. هذا هو البرنامج. طبعا من هنا ممكن اني اقطع الاتصال, ما ادري هل ما اقدر اتحكم به, بس هو مجرد انك تشوف الصوره من هنا. خلصنا من السكرين شوت. طبعا هذا ميزة انك تاخذ صورة للتطبيق. ما ادري فيه هنا تكبير حلو, فممكن انك تشوف الجهاز كبير من هنا. حلو, هذا راح يفيدنا ان شاء الله بالمستقبل بحيث اني استعرض بعض الانظمة عليكم. نسكر هذا. بعدين خلصنا من ذي. الحين عندنا فوتوز من الفاتحة ما يطلع وجه العين. عندنا ريكومندز اللي هن برامج او ريكومندز, برامج ينصح تركيبها, يعني كيبورد ما ادري ايش الى اخره. ممكن تحمل اي برنامج يعجبك من هنا. هنا ملفات الموسيقى, هنا النغمات متعدلهن, من هنا الفيديو. هذا فيدباك اللي هو اذا عندك اي اقتراحات ممكن ترسله لمطور البرنامج. بالنسبه للبرنامج نفسه من هنا في اسطح مكتب, ممكن تختار سطح مكتب هذا طبعا عن طريق الضغط على الايقونه ذي او هذا او هذا. طبعا هذا افضل بالنسبه لي اكيد. من هنا ممكن ترسل رساله مباشره, تضغط تختار تكتب الرقم او تضغط على كونتاكت. تمام وتكتب الرقم اللي تبي. عندنا مطر ترى تكتب اللي تبي, مثلا السلام عليكم ازيك جميل. تمام وترسل له رساله الشخص اللي تبي, راح تصل له رساله. طبعا اذا جيت ترسل اكيد راح يطلب صلاحيات روت, فتاكد ان جهازك فيه روت. من هنا سبيد انستول, فتضغط عليه اذا عندك برنامج على الجهاز. ممكن تضغط انستول ابس تجيب البرنامج على طول مباشره يثبت على جهازك اذا كان اي بي كي. طبعا هذا اللي هو سبيد ابلود, طبعا رفع مباشر. وهذا شو ديسكتوب اللي هو هذا. النقطه الاخيره اللي ممكن تبحث عن برنامج معين, خلينا نكتب اير درويد انتر, راح يوديك لم جوجل بلاي.
من هنا تضغط على البرنامج اللي حاب تحمله. طبعا ما انا هو انستولد، فخلنا نحمل مثلا ادوبي اير. تختار اي جهاز تبي، طبعا هالاجهزه المتوافقه بس بتطلع. هذه الاجهزه اللي عندي انا مستخدم، متوافق مع جهاز هذا، متوافق مع الموتريلا زوم، موتريلا زوم ثاني، متوافق مع فلاير، لكن اتش تي سي تشاتشا وهذا ما ادري وشو، ما ادري وشو الجهاز ذا مو عندي. المهم خلنا نفترض ان راح احمله على الاتش تي سي اتش تي 2 انستول. خلاص الحين راح ابدا التحميل بجوالي. خلونا نشوف الجهاز. مثل ما انتم شايفيني بيطلع بشريط الحاله فوق انه في تحميل. هذا الادوبي اير، لاحظ انه بدي يحمل. والله خطير هالبرنامج يا ولد. المهم هذا اللي موجود عندي، هذا اللي اقدر احكي عنه. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سووا لايك سبسكرايب.